لبنان دولة في أزمة. الانفجار الذي وقع في أغسطس آب 2020 جلب البؤس والشقاء على مجتمع يعيش بالفعل في ظروف عصيبة. يعاني الشعب اللبناني من انقطاع التيار الكهربائي لمدة 22 ساعة في اليوم. قطاع الكهرباء كلف لبنان مليارات الدولارات وأغرقه في الظلام الدامس والديون. صرت أجيب كهرباء للناس اللي ما عندها كهرباء. جئت للتحقيق في ادعاءات بوجود فساد وتدليس على نطاق واسع. وقود يجلب من مصادر مجهولة. محطات طاقة معطلة. اكتشفنا أنه بمحرك في عنا very high temperature. ملوثات كيميائية منتشرة في الهواء، ما يزيد من مخاطر أمراض الرئة والسرطان. أنا وقت أشوف هون chemical waste أنا كتير بخاف. كشفت النقاب عن مستندات مشبوهة. لا أكيد ما بعرف شو عن الموضوع وحتى بستصعب كتير هيدا الشيء. بل وهناك قضاة تحقيق متهمون بتعطيل سير العدالة. القضاء اللبناني بجزء كبير منه يهمل هيدي المواضيع. يا حياتي مماطلة مماطلة. هذه هي شبكة الفساد في لبنان. حينكشفوا كلهم. بس قلك كلهم يعني كلهم. دمر انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس آب عام 2020 مساحة شاسعة من بيروت، وخلف 200 قتيل وعدة آلاف من الجرحى. ستكلف إعادة بناء العاصمة المليارات، لكن اقتصادها كان مدمراً بالفعل منذ أمد بعيد، ما أثر على كل مواطن لبناني وأدى إلى إلحاق أضرار فادحة بصحة ومعيشة العديد منهم. ذاك الدمار يرمز إليه اليوم هذا المبنى، وهو مقر مؤسسة كهرباء لبنان. نصف الدين العام تقريباً يعود للوضع الكارثي لقطاع الطاقة الذي استنزف خزائن البلاد لعقود، ومع ذلك لا يزال الشعب يعاني من انقطاع الكهرباء. قطاع الكهرباء إذا بدك بيجسد فشل النظام وفساد النظام، يعني إذا بدك تجسده بشيء لهالنظام هو من خلال كهرباء. مضى أسبوع على الانفجار والمحتجون يطوقون وزارة الطاقة. أنا بشوف شكل خطر عليك، جاي عم طالب بحقك، مفروض تتوقفوا معنا، مفروض توقفوا معنا. فتشوا المكاتب بحثاً عن أدلة للفساد الذي يعتقدون أنه السبب في أزمة الكهرباء. أنا لبناني، رغم أنني أعيش الآن في إنجلترا، عدت إلى هنا لأكتشف كيف أصبح الفساد مستشرياً في قطاع الكهرباء، وكيف تبدد أو تسرق مليارات الدولارات، وعلى من يقع اللوم حقاً. إمدادات الكهرباء في لبنان تتعطل بشكل مستمر بسبب محطات الطاقة المتهالكة والبنية التحتية الضعيفة والتدخلات السياسية. والأكثر من ذلك، يقال إن سوء الإدارة المالية والفساد قد أحبطا محاولات الإصلاح. في عام 2017 أنشأ لبنان معملين جديدين للطاقة إلى جانب تلك الموجودة في الذوق والجية. وبعد مضي عامين بدأ بالانهيار. يحيى مولود هو مدير العمليات في الشركة التي تشغل المعملين الجديدين. في يوليو تموز عام 2019 ارتفعت درجة حرارة المحركات في محطة الجية وأصبح من الخطر تشغيلها. اكتشفنا أنه بمحرك في عنا very high temperature وفي differential temperature بين السيلندرز،
فطلبت نفحص اول سلندر لقينا في شيء يسمى بالعلم تقنيا هوت كوروجن. قررت وقف معمل الجي، معمل الجي اللي بقلبه اربع محركات. التآكل الحراري يمكن ان يتلف المحركات بشكل دائم. شك مولود في ان السبب في ذلك هو رداءة الوقود، ولذلك قام بفحص محطة الطاقة الاخرى في الذوق، وافزعه ما وجده هناك. اكتشفنا انه في بداية اخرى، في بداية لنفس الامور بعد ما بين، يعني لو انطرنا يمكن 10 ساعات او 20 ساعة اضافية كانت بلشت المشكلة تتفاقم. فأخذت قرار مباشر بمعمل الذوق كمان، لأنه في 10 محركات، طفي المعملين. مع عدم إمكانية الاعتماد على كهرباء الدولة، يعتمد معظم الناس على أكثر من 7000 من مولدات الاشتراك الخاصة، لكن الكثيرين ليس بوسعهم تحمل تكاليفها. هذه سدرة عمرها 6 سنوات وتعاني من الربو، وبدون وجود جهاز تنفس يعمل يمكن أن تموت. بنتي بالنسبة للربو ما عندها وقت، يعني منيحة كتير وعم تلعب ومبسوطة، فجأة تنزوى، بس تنزوى بعرفها تعبانة دغري، لأنا بزرق وشفافها دغري من هون، بعرف من هون دغري أنه بتتعب. حياة سدرة في خطر دائم، ومن حسن الحظ أن المحل المجاور كان لديه كهرباء. جت عندي مخنوقة من الآخر، وجاء أبوها يعني غصص معلم عم بيقول لي بس خليها حتى يعني مستحي مني كمان. قلت لها الكهرباء من هون، حطيت الكرسي هون وعملت لها ماسك. ما كان في كهرباء؟ ما كان بالمنطقة كلها ما في كهرباء. الله يحملنا الدولة. شو لها؟ ما في كهرباء، يعني صار معها عبا وطاق الشوب صيف، بتعرف أنت يعني بيأثر على تعون الربو. معلم وكهرباء الدولة ما عم تجي. ما عم تجي، كانت عم تجي بوقت الساعة بالنهار. ساعة بالليل. الصراحة كانت بنتي راحت من بين إيدي، يعني وصلناها بوقت يعني كان كتير حساس، وبأثناء الوضع كان كتير صعب، صعب جداً، يعني إنه منا قادرين ناخدها حتى على مستشفى. لحسن الحظ أن جاراً آخر قدم المساعدة وسمح للأسرة باستخدام المولد الخاص به مجاناً. سدرة كانت محظوظة، بينما الكثيرون غيرها ليسوا كذلك. في صيف عام 2019 تأثر الملايين بانقطاع التيار الكهربائي، فتوقفت البرادات عن العمل وانطفأت الأضواء لساعات، ولم تتمكن المشافي من إجراء العمليات. لم يكن مولود ليغلق المعملين ما لم يعتقد أن المشكلة خطيرة للغاية. استدعى فنيين من شركة مان الألمانية، وهي الشركة المصنعة للمحركات. فوصل الخبير الألماني خلال يومين أو ثلاثة وكشف على المحركات بالذوق والجي، واكتشف أنه هذا الموضوع ما ممكن يكون إلا من خلال الفيول. وقاموا بفحص الفيول والقاش، واكتشفوا أنه هذا الفيول يحتوي على مواد كيميائية محصورة، وهو غير مطابق للأيزو وغير مطابق للمواصفات التشغيلية لشركة أميان. تستخدم معظم محطات الطاقة في لبنان زيت الوقود، وفي كل عام تصل عشرات الشحنات عبر بواخر النقل. يتم اختبار زيت الوقود أولاً في مرفأ التحميل، ثم اختباره مرة أخرى لدى وصوله إلى لبنان. إجراء اختبار موثوق به لزيت الوقود يعد أمراً حيوياً لضمان جودته. اشتكى مولود لدى وزارة الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 70 مرة، وخلافاً لما قاله الخبير الألماني، أخبرته المؤسسة بأن الوقود سليم بما فيه الكفاية وعليه أن يستخدمه. وعم ننادي وزارة الطاقة خلال كل الفترة اللي مرقت أنه في مشكلة بالفيول، وكان الجواب دائماً ما فينا نغير الفيول، مشكلة بالفيول، ما فينا نغير بالفيول. لم يكن هذا منطقياً، فمحطتا الكهرباء في الذوق والجية لم يتجاوز عمرهما 7 سنوات، وكان من المفترض أن تعملا بسلاسة، لكن هذا الوقود أدى إلى تعطلهما. ورغم احتجاجات مولود، فشحنات الوقود الرديء استمرت. وبعد صار في حدا من برا اللي عم بيجيب الفيول عم يخلط عدة أنواع أكثر من الفيول. الوقود الذي أدى إلى العطل الذي حدث في يوليو تموز من عام 2019 كان قد صدر إلى لبنان عن طريق جبل طارق في هذه الناقلة سيالو دي نيويورك.
المورد يصر على أن الوقود الذي سلمه كان مطابقاً للمواصفات. إذن ما الذي يمكن أن يكون قد أدى إلى تلويثه؟ الناقلات تبحر لمسافات هائلة من المصفات إلى ميناء الجهة المقصودة. نظرياً من الممكن بيع كمية من الوقود خلال الرحلة واستبداله بعادم كيميائي أو بعض الرواسب. يمكن إضافة مواد كيميائية تعرف باسم المثبطات إلى الزيت لإخفاء تلوثه ليبدو مطابقاً للمواصفات عند اختباره لدى الوصول، لكن أثره سرعان ما يتبدد ويمكن اكتشاف التلوث في وقت لاحق. عندما أجريت لاحقاً اختبارات مستقلة على عينات من شحنة سيالو دي نيويورك في يوليو تموز عام 2019، تبين أنها تحتوي على مثبطات، وهذا يمكن أن يفسر السبب في تعطل المحركات. وديع عقل محام متخصص في قضايا الفساد، وهو أيضاً أحد الأعضاء البارزين في التيار الوطني الحر، أكبر الأحزاب المسيحية في لبنان. وصلته معلومات عن سفينة أخرى متجهة إلى لبنان. بأدار 2020 بنعرف من مصدر لإلنا موجود خارج لبنان إنه في باخرة عم تتعبى بجنوب إيطاليا بالبحر جاية على لبنان اسمها بالتيك. هيدي الباخرة الفيول اللي فيها ما بيسوى. الناقلة بولتيك يمكنها حمل 40,000 طن من زيت الوقود، وفي 7 مارس/آذار عام 2020 تم تحميلها في البحر بالقرب من ميناء أوغستا في صقلية، حيث تم اختبار الوقود. تابعنا القصة وفعلاً اجت على لبنان، فحصوها بمنشآت النفط بلبنان بالمختبرات يلي بتتبع لقلهم، طلعت مطابقة للمواصفات، وإذ بعدين بفحص من طرف ثالث وخارجي بيتبين انه هي منا مطابقه للمواصفات. طلب يحيى مولود ان تجرى اختبارات اضافيه في دبي. لم يثق بالمختبرات التي تستخدمها وزاره الطاقه. وطبقا للاختبارات الجديده كان زيت الوقود غير مقبول، اذ كان يحتوي على رواسب اعلى بمعدل 42 مره مما هو مسموح به. بالنسبة لمولود كان ذلك بمثابة دليل قاطع. قبل أن يتسبب الوقود الرديء بتعطيل محركاته رفض مولود الشحنة. اللي صار بالبواخر اللي قبل كان يوصل الفحص المنشأ صحيح مطابق، مع التشغيل يصير في إشكالية. الذي يختلف هالمرة أنه مباشرة قدرنا نكتشف الخطأ. ولكن تم إعلان هذا الوقود الرديء مطابقاً للمواصفات عند فحصه في مرفأ التحميل ومن جانب وزارة الطاقة. فوزي مشلب ناشط مناهض للفساد، كان يتابع قصة الناقلة بولتيك. عندما علم فوزي بنتائج الاختبار الجديد على شحنة البولتيك قام بنشرها في الحال. عند إنسايد إنفو أنه فحص دبي طلعت أنه منا مطابقة، سربناها للإعلام انه في مشكله هيك، تم تسرب للاعلام تما يصير في لعبه، تما يصير في، لانه بحاولوا يزوروا بيرجعوا بعدين. تاكد من خلال الفحوصات الجديده التي اجريت على كميات من الفيول اويل افرغت منذ ايام. مثل هذه التقارير الاعلاميه وضعت ضغطا على السلطات اللبنانيه. القاضي علي ابراهيم هو المدعي العام المالي والمسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد في لبنان. رفض التصوير لكنه سمح لنا بصياغة كلماته من واقع مقابلة صوتية. بلشت القصة بتقرير كان منشور على الـ LBC كان وقتها. بالليلة ذاتها طلبت نسخة عن اللي نشر بالـ LBC. وتاني يوم بعتت ورا اللي كان لازم أبعت وراهم. واشتغلت فيه لهيدا الملف بعتقد أسبوع. لكن القاضي إبراهيم لم يشرع بنفسه في إجراء تحقيق جنائي كامل، وأخبرنا بأنه عهد بملف القضية إلى المدعي العام التمييزي، وقال أيضاً إنه عقد اجتماعاً مع 2 من مسؤولي وزارة الطاقة ومع وكيل شحن من شركة سوناتراك بتروليوم كوربوريشن BVI، وهي الشركة المتعاقد معها لتوريد الوقود. وقبلوا عرض سوناتراك بإرسال شحنة جديدة من الوقود على نفقة الشركة.
أخبرت سوناتراك الإعلام بأن القاضي إبراهيم قد قرر حفظ القضية لأن موضوع الملف ذو طابع تقني. في لبنان، وكما أن كل مذهب ديني رئيسي يمثله حزب سياسي، فلكل مذهب الحق في تعيين حصة من القضاة. ويقال إن البعض منهم قد لا يتصرف باستقلالية لأنه يدين بفضل تولي المنصب للساسة الذين عينوه. القضاء اللبناني ما بينبش على ملفات الفساد. القضاء اللبناني، وحتى نحن لما منروح لعنده إما بإخبار عن فساد أو بشكوى مطارح عن فساد، القضاء يهمل بجزء كبير منه، يهمل هيدي المواضيع، ما بينبش عليها كما يجب. ينفي القاضي إبراهيم أنه أمر بحفظ قضية وقود الناقلة بولتيك، ويقول إن الملف ما زال عالقاً. تم اعتراض شحنة الناقلة بولتيك قبل أن تعطل منشآت الطاقة، خلافاً لزيت الوقود الملوث من الناقلة سيالو دي نيويورك. حصلت بي بي سي نيوز عربي على نتائج الاختبارات التي أجراها خبراء الشركة الألمانية التي فحصت ذلك الوقود. التقيت بعالمة لبنانية رائدة وهي الدكتورة نجاة صليبة، وسألتها عن تفسيرها لهذه الاختبارات. أنا وقت أشوف هون كيميكال ويست أنا كتير بخاف. يعني شو يعني كيميكال ويست؟ يعني فيكون مصدر للديوكسينز، الديوكسينز اللي هن أهم كيماويات بيقدروا يسمموا ويسرطنوا للعالم، لأنه كيميكال ويست يعني فيها تكون حيلا شيء وكل شيء، يعني فيها كتير بتخوف. اللي عم بيقولوه هون إنه في معادن تقيلة، يعني مثل الفناديوم الكروميوم. أنا إذا بشوف هولي مثلاً بالهواء مع الغبرة السوداء اللي عم بتطير كتير بخاف، يعني بعت الهم، لأنه هولي كلها يعني كروميوم مادة سرطانية، نيكل كمان، سو هولي كتير أشياء بتخوف. زيت الوقود من أكثر وسائل توليد الكهرباء تلويثاً للبيئة. أيام بكونوا بنفس التوربينات بيطلع دخنة أكتر بكتير من هلأ، وبس يكون في ضغط جوي عالي تنزل الدخنة، بتصير رايحة دغري مسح البيوت والبنيات، تلمسها بس تمسح بفوطة رطبة بتلاقي لون أسود طلع، بينما الغبرة ما لونها أسود. هون نحن بس بهالمنطقة بتطلع لونها أسود. جورج مهنا وأسرته يعيشون على بعد أقل من كيلومترين من محطة إنتاج الكهرباء في الذوق. عملت حرارة خفيفة ماري، ضلت 10 أيام عملتها، بس عملنا لها فحص دم بين تخربط بكل شيء. كان لقط على بكير يعني. إيه، قالنا الدكتور بيتر، قالنا إنه بأول مراحل. أصعب شعور ممكن يقطع فيه الإنسان بحياته، ونتمنى من الله ما يخلي حدا يقطع بهالشعور أبداً. في مستشفى سان جورج يعمل الدكتور بيتر نون، وهو أخصائي سرطان أطفال. وأنا عندي عدد كبير. هاي أنا؟ هاي دكتور بيتر نون، هو الكرافات بس يطلع على التلفزيون. يحول يوم على التلفزيون بس مش لابسين كرافات. الانفايرمنت، البيئة هي أساس وهي أكثر مصدر لسرطان. هالمناطق هالشركات ممكن يكون عم تصدر قصص مسرطنة. ما في اجي اتهم شخص مباشر انه انت بسببك صار هالشيء، بس كل شيء فيه تعدى المعايير العالميه للسلامه. هذه غادة عون، المدعية العامة الاستئنافية لجبل لبنان، وكانت من اوائل الذين حققوا في شحنة الناقلة بولتيك ووقودها غير المطابق للمواصفات. وتحولت هذه إلى أكبر قضية تحقيق في الفساد في صناعة الكهرباء في لبنان. وجرى التحقيق مع مسؤولين كبار ومع مسؤولين سياسيين سابقين كبار في وزارة الطاقة، وتمت مداهمة مكاتب شركتي إتجار بالطاقة.
وأدى التحقيق لوضع قضاة في مواجهة بعضهم البعض، واتهم منتقدو غادة عون بأنها على صلة بالتيار الوطني الحر. ألقي القبض على بعض المشتبه بهم واختفى آخرون. أخيراً وفي يوليو تموز 2020 أصدر قاضي التحقيق الأول نيكولا منصور قراراً ظنياً اتهم فيه 20 شخصاً بالتآمر لتزوير نتائج اختبارات عدة شحنات من الوقود، إذ أشار القرار الظني إلى أن هناك 10 شحنات أخرى من الوقود الرديء، وكشف كذلك عن شبكة مشتبه بها من المتواطئين تشمل مختبرات تفتيش ووكالات شحن وشركات نفط ومسؤولين من وزارة الطاقة اللبنانية. الناس بقلب الوزارة ثبت أنه كانوا عم بيتلقوا هدايا شهرية، ثبت أنه الناس يلي بالمختبرات كل ما توصل سفينة كانوا عم بيتلقوا هدايا حتى يطلعوا دايماً تقارير أنه مواصفات الفيول تامة ومتوفرة وما في عليها أي مشكلة. حاولنا الاتصال بالعديد من مسؤولي الوزارة المتهمين، لم يكن أي منهم على استعداد للتعليق. القرار الظني أشار إلى وجود أنشطة مالية مخالفة للقانون بملايين الدولارات، لكن تلك الاتهامات لم تكن نهاية المطاف، إذ لا يزال يتعين النظر فيها من قبل المحكمة. ولكن في غضون ذلك ازدادت أوضاع الشعب اللبناني سوءاً، فقد أدى إجراء اختبارات أكثر صرامة على شحنات الوقود في صيف عام 2020 الحار إلى تأخير الإمدادات، ومن ثم انقطاع التيار الكهربائي على نحو أسوأ. ومع عدم توفر الكهرباء لنحو 22 ساعة في اليوم، ازداد شعور الناس باليأس. أنا بعتوا لي روبن هود هيك بالمنطقة، لأنه صرت أجيب كهرباء للناس اللي ما عندها كهرباء. هلأ الكهرباء عنا جاي نحن بهالمنطقة، تنقطع بغير منطقة. الشخص يلي عايز كهرباء موجود هو بغير منطقة، فأنا بدله خط من عندي لعنده. أنا باخد كهرباء من عواميد الدولة، في عواميد على الطريق فيك تعلق عليها. أوقات بناخد من العمود تبع لمبة البلدية بالليل، يكون البلد كلها مطفية بيكون هو مضوي، أنا بعلق عليها وبمتخط. في ناس عندها آلة تنفس اصطناعي ما بتشتغل إلا على الكهرباء، ومانا قدران يتحط اشتراك، شو بيعملوا يعني؟ في لبنان تنفق وزارة الطاقة مليارات الدولارات كل عام على إنتاج الكهرباء وواردات الوقود، ومنذ عام 2009 والوزارة خاضعة لسيطرة التيار الوطني الحر. وفي عام 2010 وبعد سنوات من إمدادات الكهرباء الضعيفة، أعلنت الحكومة أنها تريد إنقاذ قطاع الطاقة من الوضع الحالي الخطير. وشملت مقترحاتها إنشاء مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وإقامة محطات جديدة لتوليد الطاقة تستخدم الغاز الطبيعي. الخطة كانت بتقضي أنه عام 2015 يكون الكهرباء بلبنان 24 ساعة وتكون مستقرة وتكون بأقل كلفة ومؤمنة بشكل دون تقدر العالم تنتهي علاقتها مع المولد الذاتي والمولد في الحي والمولد في القرية. لم يحدث ذلك على الإطلاق، بل إن إمدادات الطاقة في لبنان زادت سوءاً ليس إلا. كان المروج الرئيس للخطة هو وزير الطاقة في حينها جبران باسيل، الذي يقود الآن التيار الوطني الحر، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي أسس الحزب. ويستخدم باسيل عبارة ما خلونا نشتغل لينحي باللائمة في فشل الخطة على القوى السياسية الأخرى. لكن كما اكتشفت
ربما كان لحزبه كما لقوى سياسية أخرى أسباب للإبقاء على الأمور كما هي. القوى السياسية كانت بحاجة جداً أن تخلي هذا القطاع تحت سيطرتها الكاملة، لأنه هذا قطاع غني. بأي معنى غني؟ مليار دولار سنوياً تصرف في الإطار التشغيلي، وحوالي مليار دولار في موضوع الفيول. وكل هذا الوقود تقريباً كان يأتي من مورد واحد فقط. في عام 2005 أخبر المسؤولون الشعب بأن شركة سوناتراك، وهي شركة النفط التابعة للدولة في الجزائر، ستوفر للبنان مصدر وقود يمكن الاعتماد عليه. ووقع العقد وزير الطاقة آنذاك محمد فنيش، وهو عضو رفيع المستوى في حزب الله. وظلت تفاصيل العقد طي السرية لخمسة عشر عاماً. هذا العقد كان محطوط عليه عقد سري، علماً أنه ما في شيء لا عسكري ولا أمني ولا أي أمر، فليه كان سري؟ وبعد 15 سنة تمكن الرأي العام أنه يطلع عليه تيكتشف أنه هيدا العقد مليء بالعيوب يلي مش ممكن دولة أنها توافق عليه. أثناء فضيحة زيت وقود الناقلة بولتيك سربت تفاصيل العقد، وكشف النقاب عن أن العقد لم يوقع مع شركة النفط الرسمية الجزائرية كما أخبر الجمهور بذلك، لكن مع شركة من الباطن تدعى سوناتراك بتروليوم كوربوريشن BVI. وشركة SPC BVI ليست شركة منتجة للبترول، بل شركة تجارية مسجلة في جزر فيرجن آيلاندز البريطانية، ويمكنها شراء الوقود من أي مكان. وجهت انتقادات على نطاق واسع للعقد الذي وصف بأنه ضعيف الصياغة ولا يصب في مصلحة لبنان. ووفقاً لبعض المعايير العالمية في هذا المجال، ينص العقد على إجراء اختبارات الجودة في ميناء التحميل، وأنه فور شحن الوقود يصبح لبنان المالك ويتحمل كل المخاطر. وعليه وطبقاً للعقد لا تعتبر شركة سوناتراك BVI مسؤولة عن الشحنة طالما أصبحت على متن الناقلة حتى ولو تم العبث بها. هذا العقد كان كارثة لما قريناه، لأن العقد مخيف قديش هو عقد سخيف وعقد ضعيف قانونياً، وعقد ما بيحمي مصالحنا لا كوزارة الطاقة ولا كشعب لبناني. لكن محمد فنيش الذي وقع العقد يقول إنه لم يكن أمامه من خيار. إذا الجهة اللي بدها تورد لك قلت لك أنا هيك طريقتي بالتوريد، فأنت اللي بتختار شو عندك بدائل. البدائل السابقة سيئة، فهذا البديل كان بالنسبة لي هو الأفضل. منذ عام 2005 جدد العقد كل ثلاث سنوات، وتناوب على وزارة الطاقة سبعة وزراء، بيد أنه لم يحدث أي تغيير جوهري. واعترفت وزيرة سابقة وهي ندى بستاني بوجود إشكاليات كثيرة. فيه كتير ثغرات، بس جربنا نغير قد ما فينا. صار في كتير مخنقات بمجلس الوزراء على كل تجديد عقد، يعني انه صار في احاديث بمجلس الوزراء كتير وصل ليفل كتير عالي. يعني تقول سوناتراك ان الحكومه اللبنانيه ارادت امدادات وقود بشكل امن وبسعر معقول، وتقول الشركه انها سلمت 800 شحنه، أي أكثر من 30 مليون طن من الوقود خلال 15 عاماً. وكشف التحقيق أيضاً أن شركة سوناتراك BVI تعاقدت من الباطن لشراء وتسليم زيت الوقود مع شركتين هما ZR Energy DMCC وشركة BB Energy، وكل منهما لها ارتباط بعائلات لبنانية متنفذة. أخبرتنا شركة سوناتراك BVI أنها تشتري الوقود من السوق الحرة من مكاتب في لندن عن طريق الهاتف أو عبر الإنترنت، ولا علاقة لها بتركيبة زيت الوقود أو اختبارات الجودة. هذا هو طارق فوال، متعهد بحري يخلص أوراق سوناتراك BVI في لبنان. وطبقاً للقرار الظني، فإنه أخبر المحققين بأن مدير سوناتراك طلب منه ألا يذكر شركة ZR Energy عند التعامل مع الموظفين في وزارة الطاقة،
ووجهت لفوال أيضا اتهامات بالرشوة واستعمال تقارير غير صحيحة ينفي جميعها. تقول سوناتراك إن طارق فوال لم تكن لديه أي صفة قانونية ليمثلها. وتقول وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني إنها كانت تتعامل مع سوناتراك وحدها. بس إنه نحن ولا مرة مثلاً سوناتراك بعته مكتوب رسمي، أنا على علمي على كل حال، إنه رسمياً إنه تعاطوا مع زد آر أو مع بي بي. سوناتراك ليست ملزمة تعاقدياً بذكر الشركات المتعاقدة من الباطن، وتقول إن الحكومة لا يمكن أن تكون على جهل بأن الوقود تم شراؤه من السوق العالمية، ويبدو أن بعض السياسيين كانوا بالفعل على علم بها. جبران باسيل أكد لفريق عملنا أنه في عام 2017 عندما كان وزيراً للخارجية التقى بملاك زد آر جروب وبي بي أنرجي لحل نزاع بين الشركتين بشأن من كان يتولى إمداد لبنان بزيت الوقود بمقتضى عقد سوناتراك، وقال إنه أعرب لهم عن عدم رضاه عن العقد. أريد أن أعرف المزيد عن الشركات المعنية وملكيتها. الشركة التي رتبت شحن الناقلة بولتيك هي شركة زد آر إنرجي دي أم سي سي. دي أم سي سي ترمز لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منطقة تجارة حرة في دولة الإمارات حيث سجلت الشركة. وقد وجه القرار الضمني الصادر في يوليو تموز 2020 اتهامات للشركة بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال. واستأنفت زد آر إنرجي دي أم سي سي مطالبة برد القضية لعدم كفاية الأدلة. واجه شركة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بها واسمها زد آر جروب القابضة تهماً مشابهة نفت جميعها. وهذه الشركة مقرها في بيروت، ويمتلكها الأخوان اللبنانيان ريمو وتادي زينة رحمي، والحرفان الأولان من اسميهما زد آر يظهران في العديد من الشركات في المجموعة. لكن الأخوين رحمي يقولان إنهما لا يمتلكان شركة في دبي، بل إن الملكية تعود لهذا الشخص إبراهيم ذوق، وهو يستخدم الاسم التجاري للمجموعة وكذلك البنية التحتية والتسهيلات المصرفية التابعة لها. السكرتيرة التنفيذية لشركة دبي تقول في القرار الظني إن الملاك الحقيقيين هما الأخوان زين رحمي، وإنهما مولاها منذ البداية. وتقول أيضاً إنها رتبت عدداً من الهدايا من الشركة لموظفين من وزارة الطاقة اللبنانية. وأخبر كبير المسؤولين الماليين في زد آر جروب في لبنان لجنة التحقيق أن 7 موظفين يعملون لحساب الشركتين. كل هذه الروابط كما ظهرت دفعت المدعي العام غادة عون إلى المحاججة بأن الأخوين رحمي هما في واقع الأمر أصحاب شركة دبي، وضمنت ذلك في التهم التي وجهتها. وقال الأخوان رحمي لبي بي سي نيوز عربي إنهم نفوا هذه الاتهامات، وإن لها دوافع سياسية فهي جزء من استراتيجية لإبعاد اللوم عن التيار الوطني الحر وحزب الله لفشلهما في تأمين الطاقة للشعب اللبناني كما قالا. القاضي عون أخبرتنا بأن ليس لديها أي انتماءات سياسية، وبأن الأدلة تتحدث عن نفسها. بعد 4 أيام من صدور القرار الظني الخاص بالناقلة بولتيك، وفي 14 من يوليو تموز 2020، استأنف الأخوان رحمي ضد الاتهامات المشمولة في القرار الظني، وقرر القضاة الجدد أن شركتين زد آر إنرجي دي أم سي سي وزد آر جروب منفصلتان، وأسقطت معظم التهم الموجهة لزد آر جروب. وصدر قرار ضمني جديد، والتهمة الوحيدة التي أبقى عليها ضد تادي رحمي وزد آر جروب تزعم أنهم قدموا هدايا قيمة لموظف رفيع المستوى في منشآت النفط التابعة للدولة. يقول رحمي وزد آر جروب إن هذا الادعاء الوحيد هو أيضاً جزء من مجموعة من الإجراءات التي لها دوافع سياسية. من جهتها قالت القاضية عون إن إسقاط التهم الأخرى كان بدوافع سياسية. ويتهم القرار الظني الصادر في يوليو تموز 2020 زد آر إنرجي دي أم سي سي باتباع نمط من الخداع
تم بمقتضاه التلاعب بعينات من الوقود أخذت لإجراء اختبارات عليها. وأظهر أدلة تتعلق بشحنة على متن ناقلة تدعى نورديك روث. في رسالة صوتية على تطبيق واتساب بتاريخ مارس آذار 2018، أخبر إبراهيم ذوق مدير شركة ZRNAGDMCC الوكيل البحري في لبنان طارق فوال بأن السفينة لكن محمل بنوعين فيول مخلوطين ببعضهم، وأن سامبلينج لازم يكون مثل آخر مرة أو بصير عنا مشكلة وبيطلع عنا بضاعة مرتدة. أخبر فوال المحققين بأنه فهم من ذوق أنه طلب منه التأكد من أن عينات الوقود تؤخذ بطريقة خاصة لعدم افتضاح أمر نوعية الشحنة عند فحصها. تقول شركة ZRNAGDMCC أن الذوق كان يعبر عن قلقه بشأن الطريقة السيئة التي أخذت فيها عينات في السابق، وتقول إن المزاعم والإجراءات القانونية اللاحقة ضدها هي حملة لها دوافع سياسية من قبل التيار الوطني الحر الذي يعمل نيابة عن حليفه حزب الله في محاولة لمنع ZRNAGDMCC من المنافسة بفرص متكافئة. بوسعنا أن نقدم الرواية الكاملة حتى الآن لشحنة البولتيك. كل سفينة تحمل الآن جهاز إرسال رقمي يسمح بمراقبة تحركاتها من قبل شركات مثل مارين ترافيك، وهي شركة مستقلة تقدم خدمة تتبع السفن. تظهر بيانات الأقمار الصناعية بأنه في 7 مارس/آذار 2020 التقت السفينة بولتيك بسفينة أخرى اسمها وايت تريدر في عرض البحر قرب أوغستا في إيطاليا، ولمدة 26 ساعة كانت السفينتان تبحران جنباً إلى جنب ببطء بينما حملت بولتيك الوقود من الناقلة الأخرى. طبقاً للمالكين، تتلقى وايت تريدر أنواعاً مختلفة من زيت الوقود وتخلطها ببعضها البعض للوفاء بالمواصفات المطلوبة، ثم تقوم بنقل المزيج إلى سفينة أخرى. تظهر بيانات الأقمار الصناعية أن بولتيك توجهت إلى لبنان بدون توقف، والعينة التي تم اختبارها في دبي أخذت خلال تفريغ الشحنة، لذا ليس من الممكن أن يكون التلوث الترسيبي قد حدث في وقت لاحق لدى تخزين زيت الوقود في محطات الطاقة. ومن هنا فالوقود إما كان غير مطابق للمواصفات لدى تفريغه من وايت تريدر، أو أصبح ملوثاً على متن الناقلة بولتيك. وينفي أصحاب وايت تريدر وكذلك ZRNAGDMCC بشدة أن يكون حدث تلاعب بالشحنة في أي مرحلة من المراحل. اكتشفنا أن شحنة البولتيك ليست الحالة الوحيدة لوقود رديء النوعية يصل إلى لبنان، وكنتيجة لفضيحة البولتيك تمت إعادة الاختبارات على عينات من 10 شحنات كانت قد أرسلت من قبل، وتبين أن 6 منها دون المستوى. لكن من غير الواضح من أين أتى الوقود بالفعل. زعم القرار الظني الصادر في يوليو تموز 2020 أن عدة شركات منها ZRNAGDMCC وBP Energy متورطة في تقديم رشاوى لموظفي المختبرات كي يزوروا نتائج الاختبارات، ولم توجه التهمة إلا لZRNAGDMCC رغم أن بي Energy موضع تحقيق منفصل لا يزال مستمراً. وتنفي الشركتان دفع أي رشاوى، وتنفي ZRNAGDMCC علمها بأن وقود البولتيك كان دون المستوى المطلوب، وتقول إنهم اعتمدوا على تقارير مفتشين مستقلين وجدوا أنها كانت مطابقة للمواصفات. في لبنان كما هو الحال في العديد من الدول يرتبط رجال الأعمال بالساسة. بالنسبة لملاك ZR Group وBP Energy كما اكتشفت BBC نيوز عربي، فإن هذه العلاقات واسعة النطاق. أفراد أسرة البساتنة الذين يملكون شركة بي Energy يمتلكون حصة كبيرة في شركة أسمنت ونفط تدعى كوجيكو، وشريكهم الآخر هو زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ويمتلك الأخوان رحمي من مجموعة ZR Group 5 شركات مناصفة مع أيمن جمعة صهر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. ويقال إن تدي رحمي مقرب من رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع،
بينما تربط ريمون صداقة مع زعيم حزب المرد المسيحي سليمان فرنجي. تحدث فرنجي علناً عن دعمه لصديقه. وأنا ريمون رحمي صديقي وخي، وأنا بسافر أنا وياه وبكذل أنا وياه، ماني مستحي بهذا الموضوع أبداً. وحتى لو كانت قد دفعت رشاوى بالفعل، بدأ بشكل واضح أن فرنجي غير معني. في 20 شركة متهمين أنه نجوا وبرطلوا وطلبوا تغيير مواصفات. شركة واحدة موجودة بدبي اللي بتبيع الجزائر تعطي 2000 دولار على الباخرة. مين منكن هون بيقدر يعمل إخراج أدبة لما يدفع له؟ مين منكن هون بيقدر يروح ياخد حقه من الدولة يدفع الكهرباء بلا ما يكون دفع قرشين زيادة للموظف؟ حاولنا الاتصال بفرنجي للحصول على تعليق، لكننا لم نحصل على أي رد. عثرت بي بي سي نيوز عربي أيضاً على أدلة تثبت أن شركة شقيقة لشركة بي بي أنرجي قدمت على ما يبدو خدمات لجبران باسيل وزير الطاقة اللبناني السابق. ودونت مستندات من وزارة العدل الأمريكية أن مستشاراً لشركة بي بي أنرجي تريدينج كومباني دفع لوسيط أمريكي مبلغ 20,000 دولار لترتيب اجتماعات لباسيل مع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونغرس الأمريكي. عرضنا هذه المسألة على ندى بستاني المستشارة السابقة لباسيل التي أصبحت فيما بعد وزيرة للطاقة. عندك بروف؟ هعطيكي هذه الأوراق عشان هالموضوع. هلا بدي لك اذا بدك انا مدورهم. بليز وين هي دولي بامريكا لازم تعملي ريجستريشن اذا بدك انت تساعدي فورين برنسبل. هذا فورين برنسبل هون ماريو لاسالا. مين يعني ماريو لاسالا اصلا؟ ماريو لاسالا هو البرنسبل اللي يعني اللي عم بيساعد لينعمل مقابلات بين جبران باسيل مثل ما انت هون شايفه. يعني ما بعرف مين هو يعني مين بيكون. هلا اذا بدك واصفا نفسه بانه مستشار لبي بي انرجي، استاجر ماريو لاسالا الوسيطه وطلب منه ترتيب الاجتماعات. ما بعرف عن شو عم نحكي صراحه، يعني ما بعرف اقول لك. انا مأكده انه الوزير باسيل مش يعني، ومن خبرتي بالشغل معه بالتعاطي دايركتلي معه، هو بيشتغل لبي بي انرجي لاسالا. مش معقول. انا ما ب يعني ما بتعرف شيء عن الموضوع؟ لا اكيد ما بعرف شيء عن الموضوع، وحتى بستصعب كثير هيدا الشيء. نعم. تقول بي بي انرجي انها لم تشارك في اي انشطه للترويج لجبران باسيل، الذي انكر من خلال محاميه انه تلقى اي خدمه من لاسالا او حتى انه التقى به. لكن هذه الصورة التي حصلت عليها البي بي سي تبين باسيل وهو يتناول العشاء مع لاسالا عام 2019. أخبرنا باسيل فيما بعد بأنه يعرف ماريو لاسالا وحضر العشاء معه، وقال بأن لاسالا تواصل معه نظراً لاهتمام لاسالا ببناء علاقات بين الولايات المتحدة وشركاء في الشرق الأوسط، ولكن لم تدفع أي أموال في إطار هذه الترتيبات كما قال. في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على باسيل بمقتضى قانون ماغنيتسكي المناهض للفساد، وينص القرار على التالي: من خلال أنشطة الفساد التي يمارسها، قوض باسيل الحوكمة الرشيدة وأسهم في نظام الفساد والمحسوبية السياسية المبتلى به لبنان. أخبر جبران باسيل بي بي سي نيوز عربي بأن العقوبات الأمريكية ما هي إلا جزء من لعبة سياسية أوسع نطاقاً، وقال إنه ينظر في خياراته القانونية. القاضي علي إبراهيم عضو في لجنة التحقيق الخاصة المسؤولة عن التصدي للفساد. وعندما حققت القاضية غادة عون في قضية الناقلة بولتيك، طلبت من اللجنة تزويدها ببيانات مصرفية عن شركتي زد آر إنرجي وبي بي إنرجي، ولكن اللجنة رفضت مراراً طلبها متعللة بالسرية المصرفية. تخيل مدعي عام جبل لبنان اللي كشف أكبر مافيا بتاريخ لبنان، هيك المصرف لبنان مش عم يكشف حركة الحسابات. شو هال وين بدك توصل يعني؟ وصعب توصل أنت إذا ما عندك
تراكنج على المصاري ما بتقدر تكشف كل اللعبة، بتكشف جزء بس الجزء الأكبر بدك you have to follow the money. ولدى حديثها إلى قناة تلفزيونية محلية اتهمت القاضية غادة عون القاضي إبراهيم بتعطيل سير العدالة. طلبت مراسلات لهيئة التحقيق الخاصة، وحضرت هيئة التحقيق الخاصة من سنة وأكثر ما ردت علي. بدي كشف حساب عن رحمة وكيف البواخر الفتح الاعتماد كيف صار وقديش دفعت الدولة. ما بدها نثبت هيدي الهيئة ما تشتغل، ما بدها تشتغل، مش انه ما فيها، ما بدها تشتغل. شو الحجة يلي عطتك اياها رئيسي؟ شو الحجة؟ ليش رفضت تعطيك حساباتهم؟ يا حياتي مماطلة مماطلة. وعندما أجرينا مقابلة مع القاضي إبراهيم أنكر رفضه توفير كشوف الحساب. أنت هلأ عم تأكد لي أنه الأرقام والحسابات صاروا عند المدعي العام تمييزة؟ بدون شك، تحولوا من زمان. المدعي العام التمييزي هو القاضي غسان عويدات. طلب منا القاضي إبراهيم أن نراجعه بالأمر، فعلنا ذلك وأخبرنا بأنه لم يتلقى أي مستندات من اللجنة. حاولنا الاتصال بالقاضي إبراهيم مرة أخرى لكننا لم نتلقى أي رد. لبنان اليوم بلد على شفا الانهيار الاقتصادي، يتسبب التضخم المفرط بانتشار الفقر وبنقص حاد في المنتجات بما في ذلك الأدوية وحليب الأطفال. لم يعد في مقدور الحكومة أن تشتري الوقود لمحطات الطاقة، وأزمة كهرباء حادة تلوح في الأفق. ما فيني شوف إلا أنه هناك جريمة منظمة حصلت في القطاع الكهربائي، وهذه الجريمة المنظمة كانت 50% من مجمل الأسباب الانهيار في لبنان واستمرت في الهبوط. الإهمال ببلدنا أدى لإنفجار روح 200 شخص، جرح 6000 وشرد 300,000. هيدا الشيء منه مقبول. اللي بيعمل تلوث، اللي بيقبل انه ما يكون في كهرباء ونحن نستبدل شركات كهرباء بموتورات نحطها على شبابيك ولادنا هن ونايمين ونسممهم هن ونايمين، بيقبل كمان انه يعمل انفجار مثل هيدا. الشعب اللبناني الذي سئم المحسوبية والفساد يطالب بالتغيير الآن أكثر من أي وقت مضى. طبق السياسي كله، النواب والوزراء كله حرامي. 300 مليار دولار وين راحوا؟ أكيد في فساد وين ما كان. هيدي بلد عمي ما في أمل منها. عايشت الحرب الأهلية في لبنان، لكن لم يسبق أن رأيت بلدي في مثل هذه الوضعية اليائسة أبداً. ولكن رغم الاحتجاجات وبعد مرور أشهر عديدة على انفجار المرفأ، لم يحمل أحد المسؤولية ولم يتغير أي شيء بعد. لقد ثبت أن الفساد هو ألد أعداء الشعب، وعندما يقضى على هذا الفساد عندها فقط تتوفر فرصة لمستقبل أفضل.